الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، اعلموا أن لقضاء الحاجة سنن وآداب، وإن من هذه السنن ما هو واجب، ومنه ما هو سنة، وكذلك هناك أمور تحرم أثناء قضاء الحاجة، وهناك أمور تكره أثناء قضاء الحاجة. ولذا فإنني بتوفيق الله وكرمه جعلت هذا اللقاء على شكل مسائل مبسطة، فتدبر أخي وأختي المسلمة. المسألة الأولى: ما هو المقصود بالحاجة؟ اعلموا يا عباد الله أن المقصود بها هو البول أو الغائط. المقصود بالحاجة هو البول أو الغائط. وأما المسألة الثانية، وهي التي لا بد لكل مسلم أن يعلمها خاصة طلاب العلم، ما هو الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ فتنبهوا وتدبروا يا عباد الله. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بشيء طاهر كالحجر والخشب ومناديل الورق. هذا هو الاستنجاء وهذا هو الاستجمار، فلا بد من التفريق بينهما. ففي حديث أنس كما عند مسلم أنه كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة، إناء صغير من جلد، إداوة من ماء فيستنجي بالماء. واعلم أخي رحمك الله أنه يجزئ أحدهما عن الآخر، أي الاستنجاء والاستجمار. وهنا تنبيه هام لا بد منه، وهو أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. والدليل على ذلك كما روى مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وروى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب 3 أحجار فإنها تجزئ عنه. وأضف إلى التنبيه أمراً آخر، وهو أنه لا يجوز الاستجمار بروث أو عظم، للحديث الذي رواه مسلم وقد ذكرته لكم من حديث سلمان، وفيه: أو أن نستنجي برجيع أو عظم. المسألة الثالثة يا عباد الله: حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة. اعلم أخي رحمك الله أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث أيها الناس في الصحراء والخلاء بلا خلاف. وأما لواقع المسلمين اليوم، أي في البيوت أو البنيان، فإنه قد أجازه بعض أهل العلم
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم أو مستقبل الشام. ولكن أيها الأخ المسلم، فالأفضل والأولى ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. إليك أخي المسلم المسألة الرابعة: ما يسن فعله عند الدخول والخروج من الخلاء. أيها الإخوة، من السنة عند الدخول أن يقول الداخل بسم الله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويسن تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، وعند الخروج يقدم اليمنى ثم يقول: غفرانك. وهذا كله ثابت كما في الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إليكم المسألة الخامسة في هذا اللقاء، وهي ما يكره فعله للمتخلي. اعلم أخي، هداني الله وإياك لطاعته، أن هناك أمور يكره فعلها لمن أراد أن يقضي حاجته، وهي: يكره البول في الشق والجحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما روى الإمام أحمد بسند صحيح، لأنها مساكن للجن. كما يكره الكلام، ومن أهل العلم من قال: يحرم الكلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. هذه الأمور التي يكره فعلها للمتخلي. ونختم هذا اللقاء بالمسألة السادسة، وهي ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة: يحرم البول في الماء الراكد، لورود النهي عن ذلك كما ورد ذلك في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. يحرم كشف العورة أمام الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، روى هذا الحديث الإمام مسلم. يحرم مسك الذكر باليمين وعدم الاستنجاء بها، أي أنه لا يجوز مسك الذكر باليمين ولا يجوز الاستنجاء باليمين، كما هو ثابت في الصحيحين: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا الحديث أيها الإخوة ثابت كما عند البخاري ومسلم. يحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق أو في الظل أو في موارد المياه، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الحاكم والذهبي وحسنه النووي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وسميت ملاعن أيها الإخوة لأنها تجلب لعن الناس ومقتهم لمن فعل ذلك. أيها الإخوة في الله، تعرفنا وإياكم في هذا اللقاء على عدة مسائل: ما المقصود بالحاجة؟ ما هو الاستنجاء والاستجمار؟
حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة ما يسن فعله عند الدخول والخروج من الخلاء، ما يكره فعله للمتخلي، وما يحرم فعله لمن أراد قضاء الحاجة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.